اهو كده يا جماعه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله. الفيديو بتاعنا النهارده هنتكلم فيه عن مكون بيطري مهم جدا جدا. لو انت عندك نقص في البيض او عندك قله في الانتاج، حمام عندك مريح ما بيبيضش، الحمام بقاله فتره قبل فترات القلش وبعد فترات القلش. احنا دخلنا دلوقتي على موسم الشتاء، موسم الانتاج، ولغايه دلوقتي بعض الناس بتشتكي من الحمام المريح. هقول لك على منتج تجيبه من الصيدليه البيطريه، صدقني جبار جدا جدا في زياده الانتاج ومهم جدا لو انت عندك الحمام بقاله فتره كبيره ما بيبيضش. كان عندي بعض اللصوص كده مريحه، كانت اللصوص دي شغاله وفجاه كده ريحت، بدا اللصوص دي ما تبيضش او ما تنتجش، رغم ان هي كانت شغاله زي ما احنا بنقول كده بتتلحم العش في العش بمعنى صح، ولكن في فتره من الفترات كده بيتوقف الحمام عند الانتاج. لازم تجيب المنتج ده ولازم تستخدمه عشان مهم جدا جدا في زياده الانتاج، والحمام اللي عندك اذا كان مريح هينتج، والحمام اللي شغال هيلحم العش في العش. تعالوا بينا كده نشوف الفيديو عملي ونشوف المنتج اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. خش على القص ده كده يا جماعه. القص ده كان مريح والحمد لله خلاص قرب الحصى يفك بفضل الله. يعني القص ده انا لسه واخد منه زغاليل وهوريها لكم دلوقتي برضو احنا ماشيين. طبعا الزغاليل وادي الباقي بفضل الله برضو رقده على الحصى. تمام، نخش على القص ده برضو. دي من القصوص اللي كانت عندي يعني مريحه شويه رغم ان هي كانت لاحم وكانت رخمه شويه في الانتاج بتاعها. لو جينا برضو دي انتهى طبعا لوحدها. لو جينا بصينا على القص اللي هو ده، هات الزغلول اهو لسه فكك وفي زغلول داسوا عليه مات، ودول عيالهم هم يا جماعه. جنب بقى اللي هو بتاع اللحم، ما شاء الله القصوص دي كلها بلا استثناء كلها رقد على حصى اهي كده يا جماعه زي ما احنا شايفين. وادي برضو ان شاء الله عندنا هنا زغاليل اهو. تمام، والقص ده برضو قرب يحص ان شاء الله. وادي هنا نفس الحكايه، وادي هنا كده، ادي ده تحتيه زغاليل اللي هي اللبة اهو كده. تمام، وادي الزغاليل اهي بفضل الله علينا. وادي قص اهو برضو عشان ايه طبعا كلنا نشوف كل حاجه قدامنا. طبعا ده رايد على حصى اهو بفضل الله. حابب اوريك كل حاجه بس قبل ما ابدا الفيديو عشان ايه ما نبقاش ان احنا بنتكلم برضو، عشان طبعا القص ده فوق مش هعرف اوريه كويس. وادي قص رايد على حصى. السوس دي كلها الحمد لله بفضل الله رايد على حصى اهي، غير اللي تحتها زغاليل هوريها لكم دلوقتي. وادي الزغاليل، وده قص برضه تحتيه حصى. كل الاصوص اللي تحتها حصى دي احنا خدنا زغاليلها، والزغاليل الجديده ايه ان شاء الله. وادي النتايه فوق برضه رقد على حصى. ده كده يا جماعه دي الزغاليل اللي عندنا، وده الحصى اللي تحت الاصوص اللي عندنا، وده الانتاج اللي عندنا بفضل الله علينا. نشوف بقى الحاجه اللي احنا هنتكلم عليها ان شاء الله. دي كده يا جماعه الحاجه اللي انا بشتغل بيها، ودي الحاجه اللي انا جربتها في الفتره اللي فاتت والحمد لله بتساعدنا في زياده الانتاج. طبعا دي عامل زي ثنائي فوسفات الصوديوم بالظبط، ولكن في حاجات افضل شويه من ثنائي فوسفات الصوديوم. فبرضو لو حابب انك انت تشتغل بيها برضو هتساعدنا في زياده الانتاج. دي بيزك بلس، ده جميل جدا من عند الصيدليه البيطريه. في تركيبه طبعا من الاعشاب الطبيه، زنك في السيلينيوم. طبعا السيلينيوم ده بيساعد في زياده الخصوبه عند الذكوره، مش هيبقى فيه طبعا الحمد لله روقان للبيض والكلام ده. زائد ان هو فيه كالسيوم، نحاس، صوديوم، بوتاسيوم، يود، كبريت، منجنيز، كل دي الحاجات دي كويسه جدا للحمام بتاعنا. وعليه كمان دي بيزك بلس تركيبه فريده من الفسفور والاعشاب الطبيه والاملاح النادره التي تؤثر على ضعف الخصوبه وتعالج نقص الفسفور في الحيوانات. طبعا الحيوانات اللي هي طبعا الماشيه والكلام ده. طبعا كلمه الحيوانات دي انت ممكن تشوفها تتخض منها، لا عادي جدا انت ممكن تستخدمه برده مع الحمام بتاعنا كويس جدا. برضو هتلاقي برضو في حاجات كتيرة جدا مكتوبة اللي هي مكتوبة على دواعي الاستعمال، اهمها طبعا اللي هي نقص انتاج اللبن، دي اللي بتساعد على زيادة الخصوبة، نقص الاملاح المعدنية وانخفاض الشهية ومعدلات تحويل الغذاء، نقص الفسفور
ودي حاجة مهمة جدا برضو عند الحمام بتاعنا، لازم الحمام بتاعنا يبقى عنده فسفور، عنده كالسيوم، عنده أملاح معدنية. كل الحاجات دي طبعا هتلاقيها في العلبة دي. العلبة دي تمنها 40 جنيه، مش حاجة بالنسبة انك انت هتقعد هتشتغل بيها بفترة كبيرة جدا وهتبقى موجودة عندك، هتساعدك في زيادة الانتاج. دي عن تجربة برضو، هي كده يا جماعة، هتلاقي الكيس بتاعها جواها كده بالطريقة دي كده اهو، تمام اهو. الكيس بتاعها برضو مكتوب عليه من جوه نقص الخصوبة ونقص انتاج اللبن. طبعا عند الحمام هيبقى انتاج البيض ان شاء الله. ادي وادي المنتج من جوه عامل زي الجير بالظبط. الميزة اللي فيه كمان يا جماعة ان هو طبعا حتى لما بنحطه على الكلفة اهو، تمام، لما حطينا شوية على الكلفة لو احنا فرقناها بص ليه ان هو لزق في الكلفة بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده، هو بيلزق طبعا في الحبوب. تمام بتاعنا. هنشوف بقى الجرعة دلوقتي ان شاء الله مع بعض. دي كده يا جماعة الكمية اللي انا بشتغل بيها ان شاء الله، وده اللي انا باكل بقى الحمام بتاعنا. طبعا ان شاء الله هيبقى معلقة واحدة بس على الكلفة اهي كده، معلقة واحدة بس على الكلفة دي اللي هتساعدنا ان شاء الله في زيادة الانتاج. هنرشها كده بالطريقة دي كده اهي، ونقلب الكلفة بتاعتنا تقليبة كويسة. اهو كده يا جماعة، بص هو لزق في الكلفة زي ما انا قلت كده في اول فيديو اهو. ده هيساعدنا في زيادة الانتاج بتاعنا ان شاء الله باذن الله في الفترة دي. ده المنتج اللي انا بشتغل بيه اللي جاب معايا نتيجة ايجابية، فحبيت طبعا ان انا اتكلم عليه معاكم فيه. طبعا ده دي بيزك اللي هو من الصيدلية البيطرية زي ما احنا قلنا ب 40 جنيه، هيقعد معاك فترة كبيرة جدا صدقني. معلقة واحدة على كل 5 كيلو كلفة زي ما احنا شفنا كده، دي الكمية اللي انا اشتغلت بيها، معلقة واحدة بس هتخلي عندك زغاليل كتيرة ان شاء الله ويبقى عندك انتاج كتير. ده كده يا جماعة المنتج اللي انا اتكلمت عليه اللي هو الدي بيزك بلس. ما يميزه فعلا ان هو بيلزق في الكلفة زي ما احنا شفنا كده، بودرة بتلزق في الكلفة فبالتالي الحمام بيستفاد منها، عكس طبعا ثنائي فوسفات الصوديوم هو عبارة عن ملح بينزل كده في القعر. هو مفيد جدا برضو ولكن ده احسن منه شوية عشان بيلزق في الكلفة. العلبة تمنها حوالي 40 جنيه او 45 جنيه صدقني، هتقعد عندك فترة كبيرة جدا. طبعا على كل 5 كيلو كلفة ما باجي اكلف كده بحط معلقة كبيرة واقلبها. طبعا في ناس هتقول لي، في ناس طبعا ممكن تسأل تقول لو انا هكلف في 2 كيلو او 3 كيلو، انت لو هتجيب الكمية اللي هي 5 كيلو هتحط عليها معلقة وتبدأ انك انت تشتغل بيها لغاية ما الخمسة كيلو دول يخلصوا، تجيب 5 كيلو غيرهم وتبدأ انك انت تكلف بيهم. على كل 5 كيلو بنحط معلقة زي ما انا قلت كده، المعلقة الكبيرة دي صدقني هتحل مشاكل كتيرة جدا. اذا كانت عند الذكورة هتزود الخصوبة، واذا كانت عند الاناث هتشغل موضوع البيض، وغير كده كمان الزغاليل عندك حجمها هيزيد لان فعلا هي محول غذائي، او زي ما احنا قرينا كده في الفوائد بتاعته ان هو بيحول الغذاء للجسم، يعني ان هو هيزود وزن الزغاليل عندك. يبقى كده المنتج اللي انا اتكلمت عليه اللي هو دي بيزك بلس. واتمنى ان انا ما اكونش طولت عليكم في الفيديو، ودي كده نهايه حلقتي معاكم، ويا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير واشتراك في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.